بين التشكيك في جدواها والإصرار على إجازتها من قبل السلطات التشريعية في الكونغرس الأمريكي، حضرت الضربات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن على طاولة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ. ديمقراطيو اللجنة شددوا على ضرورة وضع حد للعدوان الذي يقوم به الحوثيون، مشيرين إلى أهمية الحصول على تفويض تشريعي للاستمرار في هذه الهجمات. أما جمهوريو اللجنة فقد طرحوا تساؤلات حول مدى قدرة الرد العسكري الأمريكي بصيغته الحالية على وضع حد للحوثيين، موضحين أن إدارة بايدن تغيب عنها خطة واضحة للقيام بذلك. من جانبه أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ أن إيران هي من تقف وراء هجمات الحوثيين. إيران is equipping and facilitating Houthi attacks in the Red Sea. تقوم إيران بتسليح وتسهيل هجمات الحوثي في البحر الأحمر، وتشير تقارير موثوقة إلى أن عدداً كبيراً من الإيرانيين وعناصر حزب الله اللبناني يدعمون هجمات الحوثيين من داخل اليمن، واصفاً تلك الأفعال بالأعمال الإرهابية التي ترفع من تكلفة توفير المساعدات الإنسانية لشعوب العالم. وممثل وزارة الدفاع في الجلسة قال إن الحوثيين نفذوا أكثر من 45 هجوماً حتى الآن في البحر الأحمر الذي يعتبر مركزاً ل 15% من التجارة الدولية، دون تمييز بين سفينة مدنية وعسكرية. مجدي يازجي، سكاي نيوز عربية، واشنطن.